أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله عن اعتزازه بالدور الهام الذي تطلع به السلطة التشريعية في ترسيخ دعائم المسيرة الديمقراطية وتعزيز مساهمتها في النهضة التنموية الشاملة وتبني قضايا المجتمع البحريني. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى والنواب، حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع. وأعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لمجلسي الشورى والنواب على دورهما ومساهمتهما المستمرة في خدمة مسيرة التنمية وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن قضايا الوطن من خلال تطوير القوانين والتشريعات التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم. كما أشاد جلالته بالتعاون البناء بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعملهما البناء لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لما فيه خير البحرين وشعبها الكريم. وأشاد جلالته بما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مقترحات وأفكار بناءة لتطوير الأداء وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون وتعزيز العملية الديمقراطية لمواصلة مسيرة العمل الوطني المشترك، معربا عن اعتزازه بعطاء أبناء البحرين في كافة المجالات وما يقومون به من دور هام في تعزيز ريادة المملكة على كافة المستويات، مؤكدا جلالته أن البحرين ماضية بخطى ثابتة في مسيرته الرائدة نحو المزيد من البناء والتجديد والتطوير من أجل خير ورفعة أبنائها ومستقبل الأجيال القادمة، متمنيا للجميع كل التوفيق في أداء مهامهم الوطنية. وقد أكد مجلس الشورى في رده على الخطاب الملكي السامي على اعتزازه بما تضمنه الخطاب الملكي السامي من مجموعة من القيم والثوابت الوطنية والرؤى الملكية الثاقبة والتطلع المستقبلي للمضي في بناء البحرين المزدهر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا. بدوره عبر مجلس النواب في رده على الخطاب الملكي السامي عن اعتزازه وتقديره للمساعي الحثيثة لجلالة العاهل المفدى من أجل ترسيخ مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تصب في مصلحة المواطن البحريني وتنميته بما يتناسب أهداف الرؤية. وأكد المجلس المضي قدما لسن التشريعات الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية التي تخدم هذه الرؤية تحقيقا لتطوير الأداء وزيادة الانتاج من خلال فتح آفاق اقتصادية رحبة، مؤكدا المجلس أهمية التوجيهات السامية باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات العامة وتنمية الإيرادات النفطية وغير النفطية.